جمعية النادي الافريقي والكلوب وقتها باش تهز البطولة في رادس. تعرف جماهير النادي الافريقي في رادس كذا فهمت. الجمعة هذيك فما ضغط فهمت. انا بالنسبة لي انا العكيرة يعرفوا لي الى حد الساعة هذيا لعبت معاهم الحمد لله معناها ما بخلت بحتى عرق فهمت وعطيت ما عندي. والدليل معناها بعد معناها قعدوا يحبوني والى الساعة هذيا قاعدين يحبوني فهمت. النادي الافريقي وقتها معنية بالبطولة والاتوال وقتها كيف كيف معنية بالبطولة زاد الاتوال بون صارت كواليس وقتها تعرف في كل جمعية في العالم الاسلام يشجعوا جمعيات فهمت مثلا انا باش نلعب مع جمعية اخرى يجيك مثلا النادي هذاك يقول لك باش نعطيك فلوس كبش لي في الاتوال اللي هي الاتوال عن طريق محمد الميلادي وقتها محمد الميلادي ولدهم فهمت ولد غنيه في النجم ولا وقتها معز ادريس والناس الكل اعطونا وقتها 15 مليون في كل لاعب الكل 15 ولا 17 قلت قبل 17 15 الزون هذيك ماك تعرف ينجم يزيدك مليون هي كيفاش تبدا بون تنجم تبدا حتى بالعشرة يجيك الاخر يقول لك انا باش نزيدك زوز الاخر يزيدك في اللحظه هذيك وقتها 15 وقال لك زادكم زوز باهي معناها 17 مليون هذه معناها معلومه معناها ينجم حتى في اي جمعيه يجي يعطيك معناها من لول مونطون ويقول لك من بعد راني نزيدك فهمت معناها عاديه الحكايه والفلوس ضمنهم محمد الميلادي اي وقتها بشاتو هو محمد الميلادي قال مش برشا يا اخي تسوى البطوله هي كان كل واحد 17 مليون عاديه على الاخر 17 مليون قداش باش يجيو الملاعبين كل 20 ملاعبي قداش برشا فلوس 140 مليون مين باش يربح منها البطوله 140 مليون يعطيهم واحد في قهوه وقتها حكاية فارغة حكاية فارغة بالنسبة معناها لك الأثرياء بتاع بتاع تونس والكورجية حكاية فارغة فهمتك تي ساعات واحد يعطيك كره بنتي توا دخلتوا على 17 مليون هذوك أنا شخصيا مش نكذب عليك لعبت ضد فريقي نادي الإفريقي وفي نفس الوقت متقي الله في خدمتي لابس مليون جرجيس ومتقي الله في 17 مليون زاد خاطرهم حلال أي خاطرهم حلال محلل أنا لاني كذا لاني كذا جاء قال لك راهو 17 مليون جمعيتي ذيك النادي الإفريقي واللي معناها كي تلعب في النادي الإفريقي راهو فما حاجات أخرى أنت بحكم الولد الكلوب ما حسيتش بالغير على جمعيتك وقتها ولا ما يهمكش فلوس كهو. شوف أنا وقتها محترف أي الجملة الشهيرة هذيا والله بالحق وأنا إسلام ما ندخلش في الحسابات الضيقة بصراحة ما لا ما صارش عليك بريسيون بحكم انت ولد الكلوب صار علي على الاخر بتبيع الوالد نتاعي الله يرحمه في الحانوت نتاعو في شارع كارتاج على اخواتي كيف كيف كذا يكلموا فيا ما نكذبش عليك نتصور لو من جهه الكلوب ستيا باش تسيب لنا ومن جهه الكلوب اللي كونتر الكلوب انت باش تسيب يتهموك الكلوب من بعد تعرف حتى بعد اللعبه لحد الان معناها فما شويه ملامه كيفاش انا ما كبتش نخدم على روحي ما تقمص زي ترجي معناها جرجيس خدمت على روحي واعطيت كل ما عندي وكهو عملت ماتش باهي انت وقتها عملت ماتش باهي والحمد لله غاضوك 17 مليون الحقيقه اما اكثر حبيت الكلوب تربح عاد ياخذ 17 مليون توا وانا معناها مرتاح ايه. توا انا مرتاح الكلوب هز البطوله اما وقتها الفلوس باهي كان وقتها ملاعبيه مصحين في الاتوال ظهري زاد من جرجيس اي عبد الرحمن بعبوره وقتها هي المشكل الكل على عبد الرحمن بعبوره بحكم انه وصديق جبنون زاد فك اي اما اكثريه عبد الرحمن بعبوره خاطره جول تبارك الله معناه وقتها جايب روحه عدى سيزون كبيره وقتها احسن حارس وقتها في تونس أي. عمل عقد معناه خمس سنوات مع النجم الساحلي خاطر كان ترجع تقول عبد الرحمن بعبوره يقول لك اللي عملته الكل مثلا وتياح وكذا راني معناها راني نادم عليه وهو صاحبي معناها عبد الرحمن يبات معايا في الشامبر معناها يحب النادي الافريقي كلوبيست هو اي يحب النادي الافريقي وطلب السماح بعد بون يحب جرجيس هذيك بلاده اما يحب النادي الافريقي وطلب السماح وانا نعرفه عبد الرحمن على مستوى عالي تفكيره فهمت ومتربي برشا وحارس عملاق خساره حارس عملاق عبد الرحمن عملاق تذهب في بين الشوطين هو لما حالي نجم يجي وبكم انا اللي شفته انت قلت لي صاحبه كنت موجود اي هي صحيح اللي شفته انا ونجم هو عنده راي اخر اما اللي شفته بعيني نجم يكون هو 60000 جمهور الكلوب ما تعملش معاهم شيء فهمت الكلوب احنا خاسرين رابحين مش مروحين ديجا بعد الكارت كسرت حتى خسرنا عمل فهمتك البروفوكاسيون وكذا حسيت معناها كذا
وهو راهو معناه هو معناه راهو الجواب صحيح عنده. اما انا حسيت وقتها حتى تو كي نحكي معاه حسيت شنو؟ معناه معناه صارت برشا معناه بروفوكاسيون تذرب معناه اذا فوالا في التونيل هذايا عندك فكره شكون ضربه؟ شوف انا اللي شفته بعيني اللي شفته بعيني والفيستيرات ما اللي شفته بعيني ما صار شيء حتى شيء ما صار اللي شفته انا بعيني معناها وهذا شيء ما علاش قلت لي تذهب ليه في اللعبه في اللعبه في وسط اللعبه آه هو خرج في وسط اللعبه هو خرج معناها ضربته كلاه في وسط اللعبه فوالا انا نحكيك في التونيل بين الشوطين لا 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 حتى واحد فاش نحكي لك ما صار شيء حتى واحد ما تضرب مستوى وقتها معناها معناها المسؤولين تاع النادي الافريقي على مستوى عالي عماد ترابلسي كان في الكلوب وقتها بو وقت الوقت هذاك عماد ترابلسي وبالحسن ترابلسي ما خفتوش واللي يحكم في الامن وقتها بون جلال بودريقه اللي هو مكشخ وقتها وفهمت شوف انهارتها النادي الافريقي هزت البطوله اسلام راهو عن جدار هزتها اي متفاهمين متفاهمين عم نحكي على الكوليس هذوما ما خفتوش انتم بوجود عماد بالحسن ترابلسي وقتها صارش عليكم ضغط مو تسمع منا وتسمع منا ساعات يجيك وقتها عم علي بعبوره فهمت كان كذا وباش يزوكم الحبس وباش تمشيو ما نعرفش شنو فما شكون شنو رئيس النادي كان يقول لكم باش يزوكم الحبس هكا في بعضنا مسؤولين نتاعنا وقتها وكذا فما شكون يتاثر فما شكون معنا ما يتاثرش فما شكون يخمم في الفلوس هكا هو فما فهمت هو شخصيا ما هددكمش مثلا عماد ولا حاجه عماد لا لا اللي قدامي واللي على ودني لا حتى كونتاكت حتى كونتاكت الكواليس وقتها كيفاش الكواليس كواليس معناها في في التونيل ما صار شيء وقتها اللي شفته انا بعيني ما صار شيء عادل بالخير كان موجود وقتها زاد فوالا عادل بالخير فما كجاستك المشهوره هاكا توا حاطينها انا انا خارج وعمل لي هكا على بالضبط اي عمل لي زعما زعما اي خاطر قلت لي ما صار شيء هاو صار لا هو عمل لي هكا اما ما صار شيء كي خرجت انا بالضبط خطفتني الكاميرا زعما زعما هاكا ساي ومدري هو الدليل هاك شفت زي ميتون كيفاش وبريمير ميتون كيفاش الحمد لله يقول لي رشيد الزمردي يقول لي عماد ماهوش في الكلوب 2008 فوالا ما كانش في الكلوب وقتها فوالا يوريك اللي هو خاطر كان موجود عادل بالخير وقتها كنت هو كان عنده علاقه خاصه بعماد وقتها فوالا اكيد تناوش من برا صحيت ينجم يكون ينجم يكون حاضر وقتها بالحسن ترابلسي والله اعلم ينجم يكون حاضر فوق مش حاضر هذيك حاجه اخرى لكن النادي الافريقي هزت الشامبيون نتاعها جداره وتستحقها ويسلم عليك ذكر اللواتي تحيه وجهك تحيه يسلمك ويسلم دونك التحفيز كان مشروع معناها من ليتوال اي ليه حتى توا اخي توا شوف انا نقول لك معناها احنا لعبنا يا ما انتم تلعب باسم جورجيس معناها شوف انا لعبت في برشا جمعيات هذه راهم مش كان في تونس اسلام في اوروبا اسال على الناس الكل تجيك جمعيه تقول لك خويا كبش لي في الجمعيه هذيك هاي تاخذ فلوس فاهم عاديه معناها معمول به المهم تبعد معك الحكايه الزايده والبيوع والشراء واللغه هذيك فهمت وقتها كنت قريب من ليتوال انت باش تمشي ليتوال لا مش وقتها وقتها انا عديت ثلاث سنين في قفصه باهين بقيت المدرب الكبير خالد بن ساسي اقترحني على ليتوال وكنت باش نصح في ليتوال صاي هزيت ستيلو باش نصح لكن ولاد الخير ولاد الخير ايمن البلبولي رضوان الفالحي لا بلبولي لا بعد كي تاكدت خطيه بلبولي خاطر سمعت قبل قلت بلبولي لا لا مو في بالي الحقيقه حطيت قبل بلبولي وكذا خاطر اللي جاني الكلام اما بعد كي زدت اكدت لا بلبولي خطير رغم اللي بلبولي ولد حومتك ولد حومتي ولعبت معاه هذه في الكليوب ولعبت مع بعضك اي هزينا تيتروات كنت نرقد في داره وهو يرقد في داري بلبولي علاقتكم كيفاش؟ خوات وانيس خوه كيف كيف وابوه الله يرحمه كيف كيف علاقه كبيره برشا علاش شكيت فيه مال؟ مش خاطر وقتها قايد فريق هو كان فما مشكل بيناتكم اي بون صارت من بعد ذاك المناوشه كي لعبت في جمعيات انا كل ما نلعب ضد ليتوال تصير بيناتنا مناوشات فهمت فهمت ماخذ خاطر اما بعد نرجع وهو يبوسني نبوس فهمت فهمت ديما نقعد ونخزروا تعرف رانا راهو في الاخر ولاد حومه رانا عشره فهمت شكيت فيه هو اللي وقتها جاني برشا حكايات وكذا اما بعد طلع هكا هو الحبايب الاخر رضوان الفالحي رضوان الفالحي مؤكد اللي هو معناه يعجبك شي تو ينجم يكون معناه هو قائد فريق حتى راي فني معناه فوالا انا قائد فريق شديد في جمعيه الكل قائد فريق كي يجيب يجيب لي ملاعبي ما نحبوش ما نقطعلوش رزقه اول حاجه نقول خويا ما يهمنيش بالحق ما نقطعلوش رزقه ما هيش يهمك مصلحه الجمعيه انت تقول لا 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 تقول ما يعاونش الملاعبي هذا ينجم يكون قال هكا معناها جوست ما عندوش معاك مشكله معناها جوست قال سبب فني معناها ما يعاونناش شفت اسلام قبيله كان ترجع لكلامي قلت لك راهو فما
في الجروبات في جمعيات الكبار فما ملعبيه يلزم يقعدوا في 18 وفي العشرين. هذيك هذيك اعطيتك معلومه مهمه تو حاليا كيف كيف باش نعطيك معلومه مهمه. فما ملعبيه يلزمك تسمع اصدقائهم اللي يعيشوا معاهم في الفستير اش يحكيوا عليهم. شنو هو عرضه بينات صحابه. فما ملعبيه قواده، فما ملعبيه قراب المسؤولين، فما ملعبيه حتى كي تكحي يهز التليفون ويقول لك المسؤول هذاك راه كح. ترمي في الكلمه هذو الفالحي معناتها. ما انا لا انا ما ما, ما لا دي انا نفهم من كلامك. انا ما تقصد اليوم النوعيه هذه نتاع الملعبيه؟ انا 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 نلمح انا الله اعلم. يتلمح اللي وصلك كلام النوع هذا عليه هو. انا ما نقولش. خاف على بلاصته منك انت؟ سي نورمال باش يخاف على بقعته، انا خاطر خالد بن ساسي وقتها خالد بن ساسي كي باش يجيب وحوش معناها جاب راجل وقتها للإتوال يعرف دربني وعنده ثقه فيا ويعرف انا التالي شنو بالضبط. معاك المجموعه اللي عند الإتوال كنت نجم نعمل كارير نزيد نقدم. خاطر فرصه هي. ما تواصلتش معاه بعد؟ مع شكون؟ رضوان. والله مره مرتين كتبت له على الباج نتاعو ساعات مره مهبط ما نعرفش شنو ولغه باش يعمل مسابقه اسلاميه ودينيه ما نعرفش ويحفظ في القران. شبيك تقول فيها باستهزاء؟ لا هو زعما زعما عامل مسابقه. وعلى زعما زعما بالحق عاملها. تي انا كتبت له معناها قطع الارزاق وفهمت وكذا. فهمت؟ وعادي حتى كيفاش يقابله باش يقولها له في وجهه باش يقول له راك عملت هكا وهكا وهكا. شو كتبت له بالضبط؟ فسخ يظهر لي هو وقت انا كتبت على الباج قلت له توا معناها زعما زعما انت كي تعمل هكا علاش انت قطعت لي رزقي وكي تعمل في الخير وكذا فهمت؟ ما جاوبكش؟ ما ينجمش ايه معناها يجاوبني وانا للامانه زاد هذاك من العباد اللي كنت خاطر باش نمشي في ثنيه باهيه شوف اللي يعمل معايا الخايب ما نحبوش ونكره كيف كيف هذاك ما نحبوش باهي توقفت في جابس الظاهر اللي زاد توقفت علاش؟ توقفت في جابس في جامعه الدربي احنا وزليزه صارت مشكله فهمت وانا وقتها كنت معناها عنصر بارز في الملعب الجابسي اي فهمت صارت مشكله مناوشه انا والعيد توقفت زاد كيف كيف فيها مقطع بالدربيات توقفت في الدربي غادي وتوقفت في الدربي اي ظهرت بالدربيات ظهري بالدربيات من الجمهور شنو هي صار؟ صارت مناوشه انا وواحد الطفل هذايا من جابس وليد من عائله أحباء. من عائله محترمه برشا من الاحباء اي من عائله محترمه كي نقول لك من عائله محترمه وش جايبك ليه يا عبد السلام؟ تو انت ملاعبي ملاعبي وجمهور جمهور كل واحد في قدره معناه باهي اسلام اخا نقول لك حاجه شوف راهو انا وياك ماناش كيف كيف نخمم وواحد حتى سبع عيدو مش كيف كيف نزيد نرجع لك راني متكون في حومه شعبيه وكذا وعشت برشا حاجات وشفتهم بعيني ما نحبش انا شكون يجيني واحد حتى واحد ما يرضى واحد تتسب امه ولا يتهان ولا ياكل كفه ما راهو جهات في تونس جمهور يجي يعطيك كفره عاديه يا مرتزق يا اللي بيك يا اللي عليك وتسكت خاطر تاكل في خبزه انا من العباد مانيش منهم هذاكم مش من الملعبيه اللي سبك جاوبته سيده سي نورمال وهربته جاوب مذوب سي نورمال هو مديد وانا مديتيت اش كيبيك توقف المعامله بالمثل لا من بعد تفضت الامور ما توقفتش معناها لا توقفت وانت من غدوه وعلى فكره وقف معايا جمهور ملعب الجيبسي هو نورمالمون طفل ولدهم المشكلة هذه اللي فيها يوسف التويتي ولا حاجة أخرى لا يوسف هذيك حاجة أخرى هذيك ماتش آخر ماتش آخر ديما مسيرتك ارتبطت بمشاكل برشا عبد السلام علاش؟ منك أنت ولا من هو ما إيه 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 أنا منك أنت تحب صحيح أنا تعترف دمك سخون شوية خمشتها برشا كان جيت كي برشا ملعبية من نجم نعمل كارير مخير أما بصراحة زودت لها شوية و لكن إن شاء الله معناها في المستقبل معناها حاليا مع شنو صار مع يوسف التويتي؟ يوسف التويتي وقتها هو دز ليزا فهمت؟ ويلعب معاك في ملعب الجيبسي فوالا وانا كور في الملعب الجيبسي صارت مناوشه جمهور زليزه واحنا جمهور ملعب الجيبسي جمهور زليزه قال لي انا وقتها في الجمعه هذيك موقف وطالعين غنيه سو سو بوحوش حبسوه كلوها هذيك وانا عملت حركه وهو لابس فرد مريول معايا خاطر ولدي قال لي كيفاش عملت جس خايبه الجمهور انت كي لعبت رد الفعل قلت له انت خي لاباس قلت له انت مع شكون معنا ولا معاهم قال لي ليه راهو قلت له مالها وكذا وكذا سبيته فما حاجات ما راجعهاش تالي بالاخص على جمهور ملعب الجيبسي خاطر انا لبس مريول ملعب الجيبسي والملعب الجيبسي راهو باش نقول لك راهو اسلام بالحق في القلب الملعب الجيبسي تحب برشا ملعب الجيبسي على الاخر على الاخر نحبهم خاطر اللي عملوه معايا
دخلوني حتىش لديارهم من بيت معاهم و... عملت برشا مشاكل زاد غادي تعرفت مع محمد الشيباني زاد هاللاعب مستقبل جابس كيف كيف هذيك اول ما مشيت لجابس وقتها صار علاش صارت مناوشه لعبنا دربي وعندي دربي مسجل تعرفت انا في التيران هو خاطر هما عندهم زليزه واحنا بوحوش منا في الملعب الجابسي تعرف حتى صحة الابدان كانت خير انا فهمت كذا و... وجان حتى وما شاء الله عليك ايوا جان صارت مناوشه كيف كيف في اللعبه ضربته بدماغ الحقيقه وفات غادي نهار الثلاث ويجيب لي اخواته وعائلته وجمهور الزليزه هو يقول يحكم كان غادي في جيبس شوف كل واحد في حومته بي باه جاب لك ولاد حومته خوه ولاد حومته كذا مع العلم اللي جماهير ملعب الجيبس وقتها وقفت معايا وقفوا معايا مش ما نذكرش لسامي ما وقفوا معايا فما هشامني اي مش مشكش عندنا فهمت ما تطورتش الحكاية هذه وقفت غادي لا تطورت شوية لكن انا بعد كي جاء الامن وكذا انا علاش قلت لك راني مانيش كيفك الملعبية اللي عادي حبوا يعملوا لي كل طرق باش يبعدوني من جابس وقت يجيني جمهور ما معناه مستقبل جابس يعمل لي في المشاكل وانا زدت بالعاني خاطر انا كنت نجم نساكي ونروح تش في البلاي انت قعدت غادي قعدت غادي ونترينا ونمشي ونجي ونتعدى قدامهم وعادي على الاخر فهمت باهي تواصلت المشاكل في اريانا زاد هذيا قالت لهم اسكتوا اريانا طلعت المحبب حجر الجرادان صحيح علاش مش... قلت لك زودت لها شويه في الكاريير برشا مش شويه برشا علاش نقولوا عبد السلام بوحوش تربت اسمك بالمشاكل هي ما... انت ما حكولكش انا في التيران شنو كي نكور معناها رجال ونعطي حق الناس ومع العلم على على قد ما معناها حتى كي نعمل مشاكل مع جمعياتي عيطوا لي جمعيات علاش؟ علاش مثلا؟ علاش؟ علاش؟ تو انا يعرفوني مشاكلي. نكور ماتش شويتي الكل. هو نورمالمون عبد السلام كنت تكور عام اللحية انت ومدين ومتقي نورمالمون ما تبعد عن ما تكون حدك حد روح. هنا في البلاد هذه يخرجوك مش من يخرجوك من تحت الارض. حتى الكلام عبد السلام سامحني يقولوا حتى الكلام تقول الكلام خارج عن نطاق برشا كلام زايد معناها حتى اكثر كلام زايد سب الجلاله مثلا لا 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 اقسم بالله لا هذاك شو مازال مستحيل والله العظيم لا تعرف باش يطلعوا عاده وكذا لا لا هذيك حاجه ما نعملهاش يقولوا عامل لحيه ويسب الجلاله مثلا لا اقسم بالله هذيك شو مازال كلام زايد كهو ساعات تخرج كلمه وقتها زايد برشا بالساعات من الغالب معناها ما نتغشش لكن فهمت ما قلقوكش قبل من النظام السابق على اللحيه سويتو إيه قبل الثورة بطبيعة قلقوني شنو صار؟ في جندوبة قلقوني كان في جندوبة؟ قلقوني في بعض تعرف أنت الأمن قبل كيفاش كان كابس وكيفاش وفهمت إيش بيك تلبس هاو الخاتم على اليمين شنو هي حكاية الخاتم على اليمين؟ والمنقالة على اليمين اللي كانوا قبل والحمد لله الآخر مشى وأنا نلبسه على اليمين شنو معناها شنو هي الحكاية شنو هي الخاتم على اليمين والمنقالة على اليمين؟ تعرف اللبس على اليسار أنت قبل لك تعرف أنت الأمن في تونس قبل كيفاش يتعامل؟ إيه حتى تكح انت على اليمين يقول لك علاش كحيت على اليمين من اهل اليمين معناها تشدي موي معناه يدرعوا لك اخواتك علاش تلبس في الجب علاش انت هكا باليمين انا الكتب اللي تقرا فيهم انت مع شكون تمشي وهو في نفس الوقت الامن في تونس يعرفك في دارك دارك شنو تاكل وقفوك بس ما دارت على الحكايه هذه بتاع اللحيه فما سته سبعه ثمانيه مرات تمشي وتروح ولا تلبت حتى شوف ايش نقول لك حاجه مشيت مره برك انا معناها في المركز في جندوبة قلت لك علاش قلت لك في جندوبة الأسئلة هذه وكذا أما في الشارع بتبيع يوقفوك ساعات وكذا أما كي يعرفوك معناها كذا ما عادش يخسر هاني الحمد لله توا حاليا في المركز هدوك صاروك تهديدات لا لا أنا خاطر عرعور أنا كان باش يقولوا لي حاجة باش نقولها لبرا فهمت مادام يعاملوني باحترام باحترام عاملوك لا لا الحقيقة عاملوني باحترام فقط أسئلة ولا واحدة روح أسئلة وهذيك حاسينو يدرعوا لك خواتر علاش؟ تصلي الصبح هذا واحد اسال ذوكم فوالا شوف حاليا معناه يملوا منك خاطر يعرفوك فما عباد شوف يطلعوا فيك تيكيات وهاو هاو تونس الكل انا اسلامي يعرفوني نزيد نعود لك تونس الكل يعرفوني نحب السلفيه ونحب السلفيه الدعويه الى حد الان عادي على الاخر ما عنديش مشكل انت قلت لي قبيله عامل لحيه وتسب وكذا وكذا مانيش شكل معناه من انت قلت لي هكا ولا قلت لي راك عامل لحيه و... وتقول في كلام ساعات نخرج مع فهمتها تسير لكن هاني قلت لك انا يعرفوني نحب السلفيه الدعويه ما عنديش مشكل تتحول في التيران هكا لا عاديه عاديه
احداث السفاره كنت موجود غادي؟ احداث السفاره مشاو الناس كل السفاره امريكا مشاو مثقفين. انت اش هزك ملاعب يكون مش نقول لك حاجه انا مشاو مثقفين. خلينا نكمل لك سا مشاو مثقفين مشاو محامين مشاو ملاعبيه كره قدم مشاو سياسيين انت ما عادكمش يركزوا باش يركزوا مع عمك بوحوش وقت حس صاير في البلاد وكذا وبوحوش عامل لحيه وفي الوقت الثوره هذيك عاملين الحي مش كيف تو تو الملاعبيه نتاع تونس كلها عامله الحي والكلها تصلي والكلها تصلي في الفجر حاضر وما صار شيء وما وقتها صار تاك البوليتيك وهزوني انا في الافام وبارك الله فيهم جماعه نسمه بطبيعتي انا وقتها قمروني اما انا قلت لهم وقتها شنو قمروك صوروك شنو المشكل صوري معناها انت غادي يصوروك يخدم في خدمتهم اما انا والى الساعه هذه والى الثانيه هذه كان تجيب لي تصويره اللي انا عملت حرقت ولا كسرت ولا عملت مشيت وقفت ولا واحد من بعيد انا علاش مشيت انت اصلا مشيت معناها كيف الناس كل الهدف نتاعك شنو كل واحد ماشي غادي عنده هدف مشيت واقفه كيف الناس كيف قلت لك الوقفه علاش الهدف نتاعها شنو وقتها صارتك كيفاش عملوا كل الفازه نتاع رسول الله لكن صار اكثر من وقفه صار تخريب لا ذيك شوف انا نتحمل مسؤوليتي وقت كان عملت الدليل هاني بحذاك صار تو انت الامن تاع تونس والمخابرات واستنبيتهم ودنيتهم فما جريده عبد السلام في العين نتاعها هبطت تصويرتك انت باللحيه وكتبت بوحوش ارهاب اي هذيك هي هذيك نلعب انا مع قفصه ضد حمام لمفي بن عروس ماتش قيمت من غدوه الناس كل كلموني بوحوش تراي تصويرتك كذا وكذا ارهابي شنو الحكايه قلت مشيت خذيت الجريده هاكا نشوف الباج معناها من قدام نلقى بوكذا حاسيلو كي قريتها عنوان اخر انا اللاعب عبد السلام بوحوش جماهير حمام لمف تنعت به يا ارهابي يا ارهابي هو ما ردش الفعل وسكت معلك كده تعرف انت اعلامنا عاده ما شاء الله شنو سوى شنو بيه اعلام علمنا معناها هيك بحظة اعلامنا علمنا البيه شنو سوى فما عباد راهو كيف الوجوه ليه عاد اخر سؤال صورت من الكوره فلوس ايش نقول لك حاجه اسلام ديما نرجع لكلامي شوف انا كي خرجت من الكلوب يلزمني نعمل دار حتى في حومه شعبيه عملتها في حومتي الحمد لله بالدينار بالدينار رزق حلال كنت نجم نعمل مخير ايه عملت دار من الكلوب يا ربي وليك الحمد فماش مشروع حاجه والله باش نقول لك حاجه ان شاء الله في المستقبل كي ربي يسهل وتمشي فما حفيويله مخبيه يعني. والله لا بالحق والله الحقيقه راه للامانه شنو برنامجك معناها باش تعيش اليوم قاعد الحمد لله بخلاف التدريب في العمران ندبر في راسي والحمد لله كيف الناس راه فماش مشروع مشروع ولا حاجه والله يجيني الفلوس ان شاء الله كي ربي ينوب الفلوس نعمل وكيف ما بديت قبل نجم نعاود نزيد نبني ونعاود معناها عملت دار من الكوره الحمد لله اللي معناها للامانه معناها للامانه معناها منعت من الكراء فهمت وفي الوقت هذا بالذات وكذا الحمد لله يا ربي ربي تكرم علي والحمد لله فهمت تيك صح شرفت بحضورك عبد السلام اليوم عايشك بارك الله فيك نحب نقدم تحيه اي تفضل يا فيس نحب نقدم تحيه لزوجتي وامي وبنتي ولو تحومتي معناها الجبل الاحمر بارك الله فيك سلموا عليهم الناس الكل يسمعوا فينا في الجبل الاحمر شكرا علي يا باشا في الاخراج شكرا ادم من المدبج من تحيات اسلام المكتب